لا ده مش بتاع نهائي بس على البرش. الشهيد جبران طويني، يعني نحن ما عم نطلب شيء وما عم نسيس شيء، لا عم نعمل عمل على الارض، لا نبني على الارض ولا نبني نسيس، ما بدنا لا حرب ببلدنا ولا بدنا شو بيقولوا تشنج بالبلد. بالاخر نعرف مين قتل الشهيد جبران طويني، يعني نحن ما عم نطلب شيء وما عم نسيس شيء ولا عم نعمل عمل على